الاعلان عن ايفون اس اي 2020. واللي فيكم ما يعرفش سلسلة الايفون اس اي، هي سلسلة كده الفكرة فيها ان هي بتاخد احدث تليفون من ابل وتحطه في موبايل تاني بجسم صغير، زي مثلا الايفون 6 اس. لما نزل ايفون اس اي اللي هو اول نسخة من سلسلة الاس اي، كان واخد امكانيات الايفون 6 اس ومحطوطة في جسم الايفون 5 اس، بحيث ان اللي كان حجم ايفون 6 اس كبير عليه شوية فهو يبقى عايز الامكانيات بتاعته في حجم اصغر، وبالتالي سعر ارخص. فالموضوع هنا بيتكرر تاني، وهو ان احنا عندنا الايفون اس اي 2020 واخد امكانيات الايفون 11 ومحطوطة في جسم ايفون 7. ولكن انا هنا هتكلم في امكانيات التليفون من منظورين، من منظور الجيكس او الناس اللي هما مهتمين بالتكنولوجيا وبالمواصفات والتفاصيل بتاعتها، ومن وجهة نظر تانية الناس اللي هي الابل فان بويز او اللي هما بيدوروا على ماركة ابل فقط. فالموبايل بيجي بحجم 4.7 بوصة بشكل الايفون 7 اللي هو القديم، وطبعا بالفينجر برينت، ولكن هنا موجود ببروسيسور الايسر تيم بايونيك بتاع الايفون 11، فانت هتاخد السرعة بتاعة الايفون 11 في الجهاز ده، طبعا غير معالجة الصور الاحسن في الكاميرا واللي اكيد البروسيسور ليه دور كبير فيها. البطارية بتيجي بحجم 1800 ملي امبير واللي بتدعم الشحن السريع، ولكن طبعا كعادة ابل ان انت عشان تشحن الشحن السريع لازم تشتري الشاحن لانه مش بيجي في العلبة. ولكن اللي بيميز التليفون في كل ده بعد المواصفات وهو السعر اللي هو بيجي ب$400 او بالمصري هنا ممكن ينزل في حدود 6-7000 جنيه، لان ابل من وجهة نظرها ان ايفون 11 اللي هو ب13,000 أو 14,000 جنيه ده اللي هو التليفون العادي اللي هو الفئة المتوسطة بالنسبة لها، انما ان الايفون اس اي ده يعتبر فئة بقى اقتصادية، فئة قليلة، فئة زي ما تسميها. بس هو الفكرة ان هو مش عايزك تدفع كتير في تليفون في نفس الوقت تاخد امكانيات، ولكن للأسف هترجع للشاشة القديمة بتاعت الايفون. من وجهة نظر اللي هيشتري التليفون ده هو اللي عايز يجرب تجربة اي او اس حلوة ومستقرة، ولكن مش عايز يدفع فلوس كتير او يجيب تليفون غالي. يعني هو طبعا ستيل 7000 جنيه برضو فئة سعرية كبيرة، بس برضو تعتبر نص سعر الايفون 11، فانا ببقى عايز اخد التجربة دي في نفس الوقت ما ادفعش كتير، ولكن هتضحي طبعا بالشاشة الكبيرة هترجع لشاشة صغيرة، ودي طبعا هتبقى مشكلة لبعض الناس خصوصا في الاوقات اللي دلوقتي الشاشات بقت حواف قليلة. يعني انا كشخص مثلا متعود على شاشة كاملة زي شاشة الـ F11 Pro، اي تليفون بنوتش بمسكه بحس انه صغير، فما بالك لما اجي امسك تليفون بحواف ضخمة جدا وابعاد شاشة قديمة كمان، فالموضوع هيبقى بصراحة رخم، الا بعض الناس اللي هتعرف تتكيف على الوضع. لكن من وجهة نظر الشخصية تليفون زي ده انا ما اقدرش ان انا امتلك حاجة زي كده بصراحة، لان البروسيسور مش كل حاجة. طيب ما البروسيسور ملبي احتياجاتي، مش محتاج ان انا ادور على اقوى بروسيسور واضحي بحاجات تانية. بالنسبة للناس اللي هتبص على الموبايل او الايفون عموما كماركة تليفون، في ناس لو انت اقنعتهم ان التليفون ده اقوى واسرع من ايفون 10 مش هيصدقوك. هو بيبقى شايف الشكل الجديد، سواء الشكل الكاميرات الفيرتيكال بتاع الايفون 10 او شكل الكاميرات المدورة اللي هو بتاع شكل عيون البوتاجاز ده بتاع الايفون 11 وال 11 برو، فهو ده بالنسبة له ان ده كده تليفون جديد، فاي حاجة بالشكل القديم ده بالنسبة له ايفون قديم. غير ان هو هيقيمها بالسعر، ده تليفون بستة او بسبعة، فمش هيبقى احدث من تليفون مثلا ب15 او تليفون ب20. نوعيات من الناس. وايفون اس اي الاولاني برضو هنا ما حققش يعني نجاح قوي، يعني الناس كانت دايما تبص على ايفون 6 و 6 اس وما بيبصوش على ايفون اس اي، على الرغم انه بقدم قيمة كبيرة، ودي حاجة مش معتادة من ابل ان هي تعملها. يعني لو انت دلوقتي مسكت الايفون اس اي 2020 وقلت له ان ده فيه بروسيسور ايسر تيم بايونيك اللي هو اقوى بروسيسور في العالم، هيسمع ان ايه 60 بايونيك ده مثلا مرض ولا حاجة، ويقول لك الف سلامة، ان هو مش بيركز في التفاصيل. هو كل اللي عايزه ان هو يبقى معاه مثلا تليفون ابل شكل جديد، امكانيات جديدة، سريع، كاميرا حلوة، وخلاص، مش هيهتم بالتفاصيل دي حتى لو كان فعلا بيقدم اداء احسن في الالعاب وفي الكاميرا وفي كل حاجة. وفي اشاعات بتقول ان هيبقى فيه ايفون اس اي بلس اللي هو هيبقى شاشة اكبر شوية، اللي هو الى حد ما الامر هيبقى مقبول، ممكن يبقى مثلا في شكل الايفون 8 بلس، فده هيحل مشكلة الشاشة الكبيرة دي شوية، لكن ستيل ان هي حواف قديمة برضو وحواف تخينة لكن بنفس الامكانيات. وبس كده، ده كان رأيي عن ايفون اس اي 2020. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة وتتابعني على حساباتي المختلفة. سلام.